كل الشكر لأخونا أحمد وللشباب الرائعين في البلديات اللي يعني فزعين فزعة كبيرة مع حزب العمال، لأنه هذا حزبهم بالنهاية. حزب العمال يعني حزب جميع الطبقات العاملة فأنا بدي أترك في البداية، بدي أبدأ مع أخونا كمال كولي بعد إذنكم. كمال ناشط نقابي عمالي قديم له باع طويل في العمل النقابي، وحزب العمال بالنسبة له كان حلم وكان مطلب، وكانوا بيحاولوا إنهم يحصلوا على اسم حزب العمال من زمان، من سنة 2010 وهم يسعوا إلى الحصول على حزب العمال. فاليوم هذا الحلم تحقق، وكل النشطاء العماليين الموجودين في كل أنحاء المملكة، بالأخص في الزرقاء وفي إربد وفي العقبة تحديداً، هذه المدن والتجمعات العمالية الكبيرة، كلهم يشعروا أن وجدوا ضالتهم في حزب العمال. هذا سيكون حزباً للجميع، ما في قيادة فردية، هذه قيادة جماعية. حتى الهيكلية المقترحة لهذا الحزب واللي راح يتم إقرارها من قبل الهيئة التأسيسية قبل ما نروح على المؤتمر التأسيسي ويفوض عليها في المؤتمر التأسيسي، الهيكلية جديدة وفريدة من نوعها، بحيث يكون عندنا قطاعات وهذه القطاعات تفرز مؤتمراتها وتفرز قياداتها بصفي موقع الأمين العام، هو مجرد منسق لهذه القطاعات برؤوسها وبهيئاتها المختلفة. هنحكي طبعاً بهاي التفاصيل، بس بدنا نعطي كلمة صغيرة لأخونا كمال خولي وكلمة صغيرة لأخونا أحمد السعدي، وبعدين نشرح أكثر عن حزب العمال. الله يعطيكم العافية ويسعد مساءكم. أنا كمال الخولي، كنت في نقابة عمال الكهرباء، ووصلنا يعني لأمين سر وتفويض رئيس نقابة عام. لكن في ظل العمل النقابي أنت بتكون مؤطر بس للمهنة تبعك. لما بتشوف أنت في مثلا خطر على نقابة ثانية لعمال ثانية، ما بتقدر تعملهم شيء، لأنه أنت من صلاحيتك بس بالنقابة. للأسف النشطاء النقابيين جميعا، في شرفاء كثير نقابيين، تم إقصاء، يعني بس تصل لمرحلة أقول تقصوه وكلها خلاص تروح. فإحنا ظلينا مستمرين بالحراك، ومن ضمن هذا الحراك كان أيامها تعديل الضمان الاجتماعي 2010، وتحولنا لتجمع المهن العمالي، نقابة المهن العمالي، ووقفنا وقفة يعني الحمد لله رب العالمين بمؤازرة الشباب والعمال. تم تعديل كثير من البنود اللي كانت موجودة، ولو أقرت لكانت دمار من هذاك الأيام، من هذيك الأيام أكثر من هيك. لا هسه دمار، هسه دمار أكثر، والقادم أسوأ. فلذلك ومن هذيك وطول فترة العمل النقابي وحنا نحاول نعمل حزب العمال، حزب استدامي، حزب لا ينتمي لشخص، بل أشخاص هم اللي بيخلقوا الحزب، هم كل فرد من هذا الحزب هو شخص عامل بيمثل الأمين العام، بيمثل جميع مسميات الطيف الحزبي، والاسم أكبر من الجميع. يعني هذا الحزب ما مش محصور، لا واحد مش محصور، لا في كمان الخولي ولا في الأخ أحمد ولا في الأخ عماد ولا في، مش محصور في حدا، لأنه كل شخص إذا كان مؤمن في قضية وفي حقوق إله لازم ينتزعها، فهو بيكون بمثابة الأمين العام لهذا الحزب أي مكان وين مكان موقعه. فإحنا لما أخذنا الاسم بينه وبينك الواحد يعني ما كان مصدق، كمان أنا ما مصدق، احكي لي مستحيل. إلا لما فرجيت لما صار الحزب معناها أصبح طبعا انت بالمقابل انت متابع، يعني ضمن النقابي انت متابع للحركه السياسيه في البلد. يعني انت كنت امبارح تقاتلني وتقول لي حزب عمال مستحيل، انت بدك تقلب لي البلد، لانه الاكثريه بتتغير، انه عارفين حجم العمال، فكان مستحيل. هلا ما دام صار في ترخيص معناها صار في اجماع من وين؟ اجماع من القياده العليا، صار اقتناع انه الشعب لازم هو اللي يحكم نفسه، واحنا نقعد نتفرج عليه. ما هو احنا زي ما بقولوها، يعني اخر شيء جلاله الملك بيقول لك طب احنا منين نجيب ناس؟ نجيب من الصين يعني؟ نحط رئيس وزراء ونحط فلان ونحط علان؟ ما فيش، لانه في غياب كان
للعمل حزب العمل الحزبي، وكان يعني العمل الحزبي كان يعني ممنهج التدمير، يعني كان مش فعال. قال بيطلع مثلا كمال الخوري مع مصاري بيعمل الحزب شهرين زمان وقت الانتخابات، بروح على الانتخابات برجع الحزب خلاص سكر بيكوع سواء نجح او رسم. كان مرعب كلمه حزب، كانت مرعبه. نعم. بالاضافه الى انه وما زالت على فكره في كثير ناس خايفين. بالاضافه انه زي ما تفضلت الدكتور وتفضل الاخ انه كان الانتماء للحزب معناها جريمه. جريمه معناتها انت انفصلت من شغلك، ابنك ما تعينش، ما قدرتش تدرس، يعني كانت جريمه بحد ذاتها. لكن الان ما دام في صار عندنا قبول من الطبقه الحاكمه، الطبقه السياسيه العليا، رأس النظام، ما هي رأس النظام، ما دام صار في قبول واقتناع انه الشيء الصح صح. فهلا ترك اعطانا اللي زي ما بيقولوها زت الكره لملعبنا، فيا اما احنا بنغتنمها وبنكون عقد هاي المسؤوليه، يا اما ما فيش داعي نحط كل واحد يقعد بداره. ما فيش داعي لا اقول لا مجلس نواب ولا حكومه ولا بلديه ولا مجلس محافظه ولا مجلس قروي، ما نظر على الحكومه خلص خلينا نقعد بيوت بس خلص. اي زي ما بقولوا هذيك الساعه بدل ما انت ارتضيت، يعني اعطاك راس الهرم، اعطاك القوه والدفع انك انت اشتغل، قوم اتحرك قوم اشتغل اشتغل على ارض الواقع اشتغل. وانت بتقول لا بديش اشتغل. هاي هي المعادله، يا اما انه احنا بننهض بهذا الشيء ونكون عقد المسؤوليه، واحنا قادرين نكون عقد المسؤوليه باذن الله بهمه الشباب الشرفاء، وفي ناس كثير شرفاء، في ناس كثير شرفاء وعندهم استعداد يضحوا بهذا الشيء. فاحنا يعني اختصار الحزب حزبنا ولازم احنا نقوم فيه، واحنا لازم ندعمه، مش ما استناش من حدا انه يدعمنا، او يعني ما فيش داعي لدعايه لهيك صحيح، لانه احنا اصلا هو بيحكي عن حاله، احنا منتمين لها نفسنا. انا انت عامل، انت بتواجهك مشاكل في العمل، فاذا انت بتشعر انه ظهرك مش مسنود بتضلك تقول خلص وبتسال. لما تكون تشعر انه ظهرك مسنود، سواء كان حتى على مستوى نقابات، لما كانت النقابات قويه كنت تحكي بصوت عالي، لكن لما النقابات نزل مستواها اصبحت الان ما بتقدرش تحكي. هاي الاخ احمد يعني انا من اول ما شفته، انا هذا قبل قد ايش؟ هذا الحكي قبل 12 سنه 12 سنه 2010 اسسنا احد النقابات المستقله، وبعدها اضطريت اني اسافر وانتشرت الامور هاي كلها. الدكتور رجعت لما صار في حزب عمال وهو لازم تشتغل الاجتماع الاول بالجميع ان تكون هام. يعني كان في العائله لسه قاعده في تلال علي فوق طلعه العميد، هاي هناك اجتمعنا نتذكر. فالقصه انه حزب اجانا على الجهه، مظله محميه، ما حد بيقول لك وين رايح، عليك انك بس تعمل في مرحله التحول. مرحلة التحول هاي بدها تكون قاعدة، من قاعدة تتحول، من قاعدة. أنا ما بدي، إحنا ما فيش عنا لا وزراء ولا نواب سابقين طبعا، ولا منظرين، ولا كوزمتشية بالعربي الفصيح، ولا متسلقين. إحنا اللي كادحين، اللي إحنا تعبنا وما حدا قدرنا في هذيك الفترة السابقة. الآن جاء حزب اللي وصلك أنت لمجلس محافظة، وصلك لمجلس بلدي، يوصلك لنواب، يوصلك لوزير، يوصلك يعني الآن الكرة ملعبنا، فيجب أن نغتنم. في محاذير يعني معلش أخوك تفضل تفضل يعني أنه لازم تصل هاي الرسالة للناس حتى يكونوا مطلعين. الان انتم بتجوز بتسمعوا ان موضوع الوزراء والجماعه اللي كانوا يترأسوا، عفوا احنا شو نحكي اسماء يعني يترأسوا الفساد الان انقلبوا على احزاب، بأسسوا احزاب مشان يرجعوا يضلوا محافظين على مكاسب. اي تقاعس بالنسبه لنا في هذا المجال بنفسح لهم الامر يرجعوا كما كانوا. فالمفروض احنا نكون ند قوي لهم الان ونزاحمهم في مجلس النواب انه هذا حقنا وهذا مكاننا. مش اقوى
فأنت تفاهشك وعدم شحذ الهمم وتضلك مع الأغلبية الصامتة اللي بتتفرج وكأنك ما غيرت شيء، نفس الأسماء أسست أحزاب رح تروح للبرلمان وحتشكل الحكومات، وإحنا ولا تقدمنا حكم. فيجب أن ندرس الأحزاب، إحنا نقول إحنا نسوق لحزبنا حزب العمال لأننا نعرف شو أهدافه وشو برامجه. بس بشكل عام أنت كمواطن المفروض أنه تشحذ الهمم وتقول أنا بدي أكون شريك حقيقي بالحكم، شريك حقيقي بالتشريع، شريك حقيقي بالحكومة. أنا بدي أصنع مستقبل، مستقبل بنائي، ما بجوز أضل أنا ماخذ وضع الحياة. على فكرة ثلاث أرباع الفساد والضياع اللي صار بالأردن اللي هي الأغلبية الصامتة اللي ما بتتحرك باتجاه مصالح الوطن، دائما تقول لك اللي بصير يصير واللي ما بعرف شو دقع من السماء تكال الأرض، ما بزبط. أنت لازم حتى من الناحية الشرعية والدينية ما بجوز تضلك صامت على على على, على بدك ناصر الحق وتقف ضد الباطل. فان شاء الله انه تكون الهمم قويه ونشحذ الهمم ونمشي في هذا المجال ان شاء الله. دائما الهمه قويه احمد، الله يعطيك العافيه جميعا. طبعا احنا بدي احكي بس كم محور على راي شيخنا. المحور الاول، الاحزاب ليس بديل للنقابات، صحيح، ولا باي شكل من الاشكال، بل هي معزز. نعم. احنا الان نعتمد على انه هذا الحزب هو معزز. قضية حزب العمال يا أخوان، بعتقد فيش واحد من الطبقة العاملة إلا فكر بيوم من الأيام إنه ليش ما يكون عندنا حزب اسمه العمال تحديداً هذا الاسم. يعني فعلاً لما تفضلت الدكتورة أنا ما رضي أصدق إلا شفت قرار الجريدة الرسمية إنه في إشي اسمه العمال. الآن هذه النقطة اللي هي النقابة والعمال، النقابة والأحزاب، لا، النقابة والحزب جسدين مكملات لبعض، ولا يمكن انك تيجي تقول عن واحد منهم بديل عن الاخر. صحيح. النقابات ستبقى قائمه كما هي، النقابات القويه ستبقى قائمه وتزداد قوه بالحزب، والنقابات الضعيفه باذن الله ان الحزب اللي حقيقي اللي راح يتشكل راح يدعم هذه النقابات اللي تعود لدورها الحقيقي والفاعل بدعم عمالها. فلذلك ما في اي تضارب ما بين الاحزاب والنقابات. فإحنا كعمال صدقاً يا أخوان أنه أنا جربت تجربة وبعثنا لوزارة التنمية السياسية قبل أكثر من 6 سنوات لأنه يشكل حزب اسمه العمال. لأنه القضية على فكرة لما بتيجي تنظر الهم مش بس هم قطاع بلديات ولا هم قطاع صحة ولا أشغال ولا تنمية، الهموم تشعر كأنها أصحاب العمل، الهموم نوعاً ما متشابهة بكافة القطاعات. فلذلك أنت بدك شيء، يعني الآن كنقابات بدأش يشكل، نروح نعمل تشكيل نقابة لكافة موظفين الدولة، لكافة عمال القطاع العام أو الخاص. أنت بالنهاية بدك تلتزم بقطاعات كنقابات، بينما كان عندنا حلم أن يكون في عندنا حزب، حزب يهتم ويعنى بكافة أمور العمال على مستوى الوطن بأكمله. هذا جربنا التجربة ورحنا مع الأسف الشديد السابق، كانت الخيارات المطروحة من عندهم يعقوك النظام الداخلي، يعقوك المبادئ، يعقوك الأهداف، يعقوك كل شيء جاهز يشتغل زي ما يعني انا قاعد بقول لك امشي بهذا الخط لا تحيد لا يسار ولا يمين. فلما شفنا هذه الامور بالاضافه حتى الاسماء كانت عندهم اسم العمال مرفوض، كان يعطوك اسم الزيتون الليمون الشجره الهدف، يعني بعيد كل البعد عن الهدف اللي انت بتسعى له. فلذلك احنا من 6 سنوات لما حاولنا نشتغل على هذا الشيء تراجعنا لانه ما بلبي طموحنا ولا بلبي طموح الحركه العماليه في البلد. فلذلك قلنا لا خليها لوقتها. ليش الان؟ لأن إحنا بال2022 الكل بيعرف إنه صار في قانون أحزاب جديد، قانون الأحزاب الجديد أتاح العمل الحزبي على أوسع أبوابه، فتح الأبواب وضع عقوبة العمل على إذا بيتم المساءلة. ممنوع أنت الآن، يعني عفوا لو جارك من أعلى الجهات الأمنية عندنا في البلد بده بكره ينادي أبو أحمد يقول له ليش عملت هذه الجمعة، بدك تسأله، إذا سألك تقدر تحاكمه، تقدر تجازيه. لا يمكن أي شخص يقدر يسأل أي عمل عن أي عمل حزبي قاعد بيتم الآن في البلد، وهذا الشيء موضح بالقانون الجديد في عليه الغبار. فلذلك احنا انطلقنا بهذا الاتجاه في اتجاه حزب العمال، والفعليا لما السؤال لماذا الآن، الآن أصبحت القوانين والأنظمة تسمح، الآن أصبح قانون الأحزاب يعطي المجال. الآن قضية الثقة، قضية الثقة بالحكومات مع الأسف الشديد مثل ما بيعرف معدومة، الثقة معدومة. الآن بتقول معقول الحكومة تعطينا؟ طب يا اخوان يعني انت انرمت عليك هالطابه وانت باب المرمى، شو هالطابه يا اخي؟ كيف تقول ولا ما تجيب تقول؟ بالنهايه احنا من يملك القرار عنك؟ نفسك، كل انسان فينا يملك قرار نفسه. انا بدي ادخل بهالمعمعه هذه، خليني اشوف لوين بدها توصلني، بدي اشوت هالطابه، جبت جول ممتاز جدا، ما جبت جول برضه انا ما خسرت شيء، بدي ادخل بهالمعمعه اللي موجوده الان، حققنا هدفنا،
خدمنا الطبقة العمالية بشكل سليم، وقفنا مع عمالنا كما نحب ونرضى جميعا، كان به ما كانت الأمور زي ما بدنا، ما في أي شيء يمنع أن نقول هذا طلب استقالة من حزبي مع السلامة من حزب ليلة الطموح. في نقطة مهمة جدا وتفضل فيها أخونا عبد، الحزب مش حزب رودة، الحزب مش حزب أحمد، مش حزب عبد، الحزب حزب الجميع. الحزب الامتياز اللي أخذته الدكتورة رولا في هذا الحزب بأنه قامت بتغيير اسم حزب الأردن أقوى لحزب العمال، هذا شيء خلاها تحجز اسم حزب العمال. الآن ما خلانا نتجه بهذا الاتجاه شخص الدكتورة رولا، بتوقع أنه يعني ما في داعي أني أحكي عن شخص صالح، لأنه الكل يعلم من هي الدكتورة رولا، ما عندها أطماع، ما عندها، مش شخص جاي يعمل دكانة مثل ما كان في الزمانات الأحزاب الموجودة، أو مثل ما بتعمل بعض الأحزاب الآن بأنه أنا والله بدي مشان أرتقي أصمم بسلونة. يجوز كل ياتنا بنعرف شو الدكتورة رولا، والدكتورة رولا لو كان هدفها نيابة، لو كان هدفها مجلس نيابي، حجزت المجلس من 2013 إلى أن يشاء الله، كل ياتنا بنعرف كيف تدار الأمور في هذا المجال. ولكن كونها كانت صاحبة مبدأ، وكونها كانت ماشية على نهج سليم وثابت، دخلت المجلس مرة واحدة وما رجعت دخلت له، كلنا بنعرف كيف جابت 104,000 صوت، مش عم جابت 1800 صوت، كلنا بنعرف شو الإجراءات اللي كانت تصير. فلذلك الآن الحزب مش حزب الدكتورة رولا، وهذا يعني يا ريت الكل يتفاهمه، كان على مستوى الجالسين ولا على مستوى كل اللي راح ينتسبوا لحزب العمال، هذا الحزب حزبنا جميعا، كل واحد مننا بيحط طلب انتساب في هذا الحزب فهو أمين عام في المجال اللي هو فيه، كلياتنا أمناء عاملين لهذا الحزب، لأنه في أي وقت من الأوقات احنا كهيئة عامة انحرف المجال وصار اي شغل هيك ولا هيك، احنا بدنا نغير، طبعا احنا اللي بنبدل، ندعي لاجتماع طارئ ونغير الامين العام ونغير الرؤوس اللي موجوده بالهيكل التنظيمي ونغير كل شيء في الحزب، نعمل انقلاب تام في هذا الحزب. هذا الحزب وجد ليخدم الطبقه العامله، واذا ما خدم الطبقه العامله باي وقت من الاوقات راح يكون حدو على ايدينا احنا. فلذلك احنا مع حزب العمال كمسمى حزب عمال، كاهداف ومبادئ حزب العمال احنا معها قلبا وقالبا، وراح ندعمها بكل ما اوتينا من قوه، كان على مستوى اردن وكان على مستوى محافظات المملكه، من خلال اتحاد النقابات المستقله للعاملين في البلديات، من خلال علاقاتنا في 100 بلديه على مستوى المملكه. يسلم، الله يعطيكم العافيه ومساء الخير للجميع. شوفوا يا جماعه، يعني مش بس الاردن، المنطقه كلها والعالم بمر بتحولات رهيبه، ويمكن كلكم عم بتتابعوا حرب روسيا على أوكرانيا، وبتتابعوا كل اللي عم بصير في الدنيا، بتشوفوا شو عم بصير بأثيوبيا، بتشوفوا شو عم بصير بالصومال، الدنيا كلها عم تغلي، في حالة حركة كبيرة بالعالم، صراع على إعادة ترتيب أوراق العالم، إعادة ترتيب بين القوة والنفوذ في العالم، إعادة ترتيب من يملك القوة، من يملك السلطة، من يرسم المعادلات، من يصنع الفارق، من يصنع النظام الجديد، تمام؟ هذه الروح اللي معبية الدنيا كلها جزء منها موجود اليوم بالأردن. إحنا أمام نقطة تحول استراتيجية. أحياناً الناس من كثر ما عانت وعاشت حياة صعبة ومرت بآلام ومرت بصعوبات، لما بيجيها نافذة أمل ما بتشوفها لأنها غارقة في المشاكل اللي هي فيها، فمش شايفة، مش شايفة إنه في شباك انفتح، قاعدة جوا هالغرفة هاي المظلمة ومش منتبهة إنه في شباك انفتح وفي إمكاني أن أقفز من هذا الشباك، إمكاني أن أطلع برا، أطلع إلى الكون الفسيح. اليوم الشعب الأردني خلال سنوات طويلة من الزمن للأسف تم مصادرة إرادته، تم تهميشه، تم التغاضي عن رغباته وعن احتياجاته. ليش؟ جزء منه احنا كمان بنتحمل المسؤوليه كشعب، يعني ما بدنا دائما نضلنا نحكي والله هم، لا هم واحنا. كل المعادلات في الدنيا لا تصنع المعادلات الا باشتراك الكل، الكل له دور في صنع النتيجه، النتيجه ما بتيجي هيك لله لله. حتى في مباريات كره القدم يا جماعه، مش في لعيبه بيلعبوا في الملعب، كمان الجمهور لاعب، الجمهور اللي قاعد يحمس ويصفق وكذا والى اخره وبيعطي حماسه للعيبه والجمهور فيها. ما بديش اظل يعني اذكركم فيها، ولكن بسبب هذه التراكمات احنا وصلنا الى حاله شعرنا فيها كشعب اردني انه ما في امل، ولخلص ليش اروح انتخب؟ بالنهايه راح يوصلوا هالنواب وحيروحوا يترجوا على ابواب الوزراء، الوزراء مش راح يعبروهم،
بجوز إذا كان نائب قد حاله كثير قوي إنه يعمل له كم من واحد من قرايبه، بجوز يجيب مثلا جت للمخيم، بجوز إنه يعني يمون يشيل مطب هون ولا يحط مطب هناك، أو يروح يطلع الواحد من هالمخفر، أو يروح يكد جاهة على واحد ضرب واحد سكير، إلى يعني اتقزم دور مجلس النواب ودور النائب إلى شغلات بسيطة يستطيع أي مختار من المخاتير إنه هو يقوم فيها. وحتى هذا الدور البسيط صار ضئيل وصار عزيز، وحتى الكثير من النواب اليوم ما بيقدروا يقوموا بهذا الدور في ظل تهميش المؤسسة النيابية، وفي ظل إنه النواب عم بيوصلوا أفراد تيجي ولا لحالها تدخل البرلمان، تيجي هند لحالها بتدخل البرلمان، تيجي فلان لحاله بتدخل البرلمان، لا هم أعضاء في كتلة حزبية تحمل نفس الرؤية ولا بيأزروا بعضهم بعضا في البرلمان، بالعكس بيشتغلوا ضد بعضهم البعض. اللهم نفسي كل واحد وبينبقوا في بعض وبيخربوا على بعض وبيسكروا الميكروفونات على بعض وبيسبوا على بعض. ليش؟ جزء منه في حالة التنافس اللي بيناتهم، خصوصا إذا كانوا أولاد نفس المنطقة وبتنافسوا على نفس الكعكة على نفس الجمهور، وجزء ثاني لأنه بعض منهم مع الأسف ارتأى لنفسهم يكون أداة في إيدي الحكومات، فيصير هو يهاجم النائب المحترم نيابة عن الحكومة اللي منكد عليها هذا النائب. الآن هذا المشهد، هذا المشهد السيء أوصلنا إنه مجلس النواب اللي هو مجلسنا، مجلس النواب هو مجلسنا، مجلس الشعب، هذا صوتنا الوحيد، هذا المكان الوحيد اللي أنا بروح بصوت لاختياره يا جماعة، هذا المجلس اتحول إلى إنه مجلس ملوش قيمة مع الأسف. فشو اللي صار؟ اللي صار لو لاحظتوا في آخر انتخابات كانت نسبة الناس اللي تحركت للتصويت على مستوى المملكة 30%، في المدن الكبرى في عمان على سبيل المثال النسبة 15% و12% و9% ببعض دوائر عمان. حتى المحافظات العشائرية ذات الطابع العشائري مثل الكرك على سبيل المثال كانت النسبة 50% وأقل، حتى إيش 40%. نعم 46.5. وبالتالي إحباط. هذا الإحباط أدى إنه إحنا كشعب لما أحبطنا ابتعدنا عن اللعبة السياسية. لما ابتعدنا عن اللعبة السياسية شو اللي صار؟ اللي صار إنه الفئة اللي أوصلتنا لهذا الإحباط أحكمت قبضتها على صنع القرار، سواء في الحكومة ولا في البرلمان، اللي هم واحدة مؤسسة تشريعية رقابية والثانية مؤسسة تنفيذية، واحد مسؤول عن لقمة خبزي والثاني مسؤول عن القانون اللي بيأثر في لقمة خبزي، تمام؟ فتركنا لهم، تركنا لهذه الأقلية الفرصة في إنه هي تلعب على كيف وتسوي اللي بدهم إياه. ليش؟ لأنه ما فيش حدا وقف أمامهم، لأنه الشعب لما قعد في الدار مين اللي تحرك عشان ينتخب؟ مين اللي تحرك؟ يا إما شخص مدفوع بالقرابة، ابن أخي وابن عمي وكذا وإلى آخره، وشخص آخر اندفع له مصاري. وبالتالي الأكثرية اللي هي إحنا الناس اللي فهمانين ومثقفين وفهمين الطبخة قعدت في البيت وما شاركت، فسمحوا لهذه العينة، لهذه الأقلية التي تمثل أقلية، هم أقلية ويمثلوا أقلية، سمحت لهم بأنهم يوصلوا ويعملوا اللي بدهم إياه بالبلد. اليوم في عنا فرصة، في فرصة لأنه في قرار اتخذ. طول عمرنا بنحكي ما في إرادة سياسية، ما في إرادة سياسية، من تكريم ليش الأحزاب فاشلة؟ ما في إرادة سياسية. ليش البرلمان فاشل؟ ما في إرادة سياسية. مش هيك كنا دائما نحكي؟ اليوم الإرادة السياسية موجودة، وليست موجودة فقط على مستوى رأس الهرم، لا، اليوم هي موجودة على مستوى كل مطبخ القرار في الدولة، جميع المؤسسات اللي احنا بنسميها الدولة العميقة، جميع المؤسسات اللي بتصنع القرار في الأردن. اليوم للمرة الأولى من 22 سنة للمرة الأولى بيتفقوا، للمرة الأولى يتوافقوا على إنه إحنا بحاجة لإنقاذ المستقبل، لإنقاذ الأجيال القادمة من خلال تجربة هالطلقة الأخيرة اللي في جعبتنا.
طنقتنا الأخيرة اسمها الأحزاب السياسية. جربنا كل شيء وكل شيء فشل. جلالة الملك خلينا نحكي بالمفتوح، ظلوا يشكل يعين رؤساء الحكومات، رئيس ورا رئيس ورا رئيس ورا رئيس، وشو كل رئيس بيجي ايش بصير؟ الشعب بيصير يترحم على الرئيس اللي قبله، مظبوط؟ ولا رئيس بيعجبهم ولا حكومة بيعجبتهم، لأنه ما في حدا عم بيمثلنا، ما في حدا عم بيفكر مثلنا، ما في حدا عم بيدافع عن مصلحتنا، خصوصا لما بيجوا بصيروا أغنياء فجأة ما شاء الله، بصيروا قاعدين في قصر بعد ما كان قاعد في شقة، وبصير يركب سيارات الجنس هاي والكذا والشبع والغير وغيرات وحواليها الحرس، بيعيش في دنيا تانية. ببطل عايش همومنا اللي احنا بنعيشها كل يوم، ببطل عنده مشكلة البنك اللي لازم يسده، ببطل عنده مشكلة ابنه اللي لازم يتعلم على حسابه، ببطل عنده مشكلة انه لما بروح على المستشفى بيلقاش مكان عشان ياخذ يعمل صورة أشعة، ويروح يتواسط على 6 شهور عشان ياخذ صورة أشعة، فبينفصل عن همومنا، بنفصل عن مشاكلنا، وبيعيش في عالم آخر. فكانت النتيجة انه احنا للأسف الشديد عم ننتقل من فشل إلى فشل. اليوم اتفقت مواقع القرار انه احنا بحاجة نغير المشهد، لانه اذا ما تغير المشهد فاحنا رايحين الى مسارات صعبة صعبة جدا في ظل التحولات اللي بتعيشها المنطقة والعالم، احنا رايحين باتجاهات صعبة. فاذا صار في توافق يا اخي، خلينا نعطي فرصة لهالشعب. الشعب مش 24 ساعة بولول وبصيح وبحكي انتوا لا تمثلوني انتوا لا تمثلوني. طيب بدنا نعطيكم فرصة لأن يكون هنالك حزب يمثلكم. اتفضل، هاي غيرنا قانون الأحزاب، هاي غيرنا قانون الانتخاب، هاي غيرنا الدستور، غيرنا الكثير من الأشياء، وأصدر الملك تعليماته بجميع رؤساء الأجهزة الأمنية، لرؤساء الجامعات بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات، بالامتناع عن مضايقة هلا. يا ميت هلا والله هلا حيالله. والله أنا كمان عندي حساسية. فأصدر جلالة الملك أوامره للجميع بمنع التعرض للعمل الحزبي في هذه المرحلة الجديدة. طبعاً حيحكي البعض ولكن هنالك بعض الأحزاب ما زالت بتعاني من مشاكل وبتعاني من اضطهاد. نحكي عن أي عمل حزبي، نحكي عن العمل الحزبي الوطني، البرامج اللي مش لا هو بياخذ تمويل من الخارج ولا هو بيتلقى أوامر من الخارج. حزب ابن البلد ابن الأردن ما عنده لا إملاءات من سفارات ولا من مكاتب إرشاد ولا من حكومات دول عربية ولا غربية، ولا بتجي له مصاري من برا ولا تبرعات من برا. حزب على مقاس الأردن. هذا الحزب ممنوع حدا يتعرض. الأحزاب اللي ليست على مقاس الأردن، اللي أكبر من مقاس الأردن، تشتغل على أجندات خارجية. من الطبيعي إنه يكون الوضع التعامل معها مختلف. ولذلك إحنا بنحكي اليوم لأول مرة من أكثر من 22 سنة، بل لأول مرة منذ حكومة فارس النابلسي من 56، لأول مرة أمامنا فرصة الأحزاب تشتغل والناس تنتمي للأحزاب بدون مضايقات. وإلا القانون قانون الأحزاب نص أي شخص بيتعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي بروح على المحكمة وبتغرم وبالحبس. لأول مرة تنص الدولة كلها ملكا رئيس حكومة إلى آخره بتحكي لك المرحلة الجاية هي مرحلة حزبية، والحكومة الجاية مع البرلمان الجاي هي حكومة حزبية. وهذا الكلام مو لدورة واحدة، مش موسم، هذا الكلام لمدة 12 سنة قادمة على الأقل. ليش؟ لأنه قانون الانتخاب والخلطة اللي طلعت فيها اللجنة الملكية وضعت قواعد لثلاث دورات انتخابية ترتفع فيها حصة الأحزاب عبر القوائم الوطنية من 30% إلى 65%، غير عن
القوائم المحلية اللي بتنزل أيضاً وبتتنافس عليها الأحزاب. فإذا الآن لأول مرة الأحزاب أمامها فرصة حقيقية لأن تشارك في السلطة وأن تختبر في السلطة. إحنا لحد اليوم ما اختبرنا الأحزاب، ما عمرها تشكلت حكومة من حزب التيار الوطني أو من حزب العمال أو من حزب جبهة العمل الإسلامي أو من أي حزب كان، ما عمره تشكل. طول عمرنا بنشكل حكومات أفراد وبرلمانات أفراد، وحتى لما بينجح حزب في البرلمان كان ينجح له كم مقعد، 6-7-10 انطارت، ما بيقدر يغير شيء أمام 150 مقعد. فاليوم الفرصة انفتحت، هذا الشباك انفتح. السؤال تطلع على المشهد بعد إقرار تعديلات اللجنة الملكية، مين اللي ركضوا بسرعة بعد إقرار التعديلات؟ البصري. مين اللي ركضوا بسرعة من أجل تشكيل أحزاب؟ هم نفسهم اللي وصلوا البلد لهذا. شكرا. نفس الوزراء ونفس النواب ونفس رؤساء البلدية ونفس الشخصيات اللي صار لها 20 سنة 30 سنة وبعدهم 50 سنة هو وأبوه وجده وابنه ونسيبه وإلى آخره موجودين في صنع القرار. جعلوا مسميات أحزاب مش مسميات بل وكانوا في السابق هم اللي يحكوا لجلالة الملك سيدي ما بتضبط الأحزاب، سيدي احنا بلد عشائري، احنا مو بلد أحزاب، سيدي الأحزاب فاشلة ما إلها مجال تنجح بالأردن. هم نفسهم اللي كانوا ينصحوا بأنه الأحزاب لا تصلح للأردن. صار شكله علما بال 2017 جلالة سيدنا كنا مع الشيخ لما طالب تشكيل الأحزاب. صحيح. بال2017. فمع الأسف هؤلاء اللي هم مش مؤمنين بالأحزاب اليوم لما اكتشفوا أن رغبة جلالة الملك ورغبة مطبخ القرار السياسي مؤسسات القرار السياسي جادة في إعطاء الأحزاب السياسية الوطنية فرصة، ركضوا بسرعة عشان يمنعونا إحنا. يمنعونا من انه احنا ننتهز هذه الفرصة وندخل على ساحة صنع القرار ويظلهم هم مسيطرين لل 12 سنة الجاية ويمكن ال 20 ويمكن ال 50 الجاية. دكتور معلش، شو دور الهيئة المستقلة في الحكي هذا؟ تمام، الهيئة المستقلة الآن الرقابة على العمل الحزبي انتقلت من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. الهيئة للأمانة عم تلعب دور جيد جدا، ما عم تتدخل نهائيا في عمل الاحزاب، مش مثل الرقابه الحكيكه اللي كانت قبل هيك في عهد الوزاره وزاره الداخليه او وزاره الشؤون السياسيه. الهيئه اليوم فعلا ديمقراطيه، فعلا متعاونه، الموظفين فيها من اروع ما يكون على فكره. انا عم بشوفهم يعني بلتقي فيهم باستمرار، ما في تدخلات، ما في ضغوطات، بالعكس في تعاون منقطع النظير، وهو مؤشر اخر الى انه احنا امام مرحله جديده قادمه. فالآن إحنا كشعب الأكثرية الصامتة اللي صمتت لسنوات أمامنا الآن خيار واحد من طريقين، ما في غير، يا إما نظلنا صامتين ونخلي نفس المجموعة اللي أوصلتنا إلى هذه الحالة البائسة اللي إحنا فيها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، خليهم يكملوا عبر العنوان الجديد والبوابة الجديدة والشعار الجديد هو الأحزاب، وإما أن ننفض عنا غبار الجمود، نشلح هذا القناع قناع اليأس ونتحلى برداء الأمل، نلبس لون زهري وأحمر بدل الأسود والكحلي والرمادي، نحس إنه إحنا اليوم في عنا فرصة وبدنا نكلبش فيها، مش راح نخليها تضيع، وبدنا نجرب. احمد قبل شوي شو حكى لك؟ حكى لك يا اخي راس النظام شاط لك طاب، اضربها. شو الاحتمالات؟ عندك واحد من احتمالين، يا اما بتدخل الهدف يا اما بتدخل، انما
إذا ما شتتها بالمرة الاحتمال صفر إنها تدخل الهدف، ما عندك أمل إنها تدخل الهدف. فأنت ليس أمامك حل إلا إنك تشوت الطابة، تصيرش توقف تتفرج عليها عشان تصنع تغيير.